لا ما قلتيهاش هكذا، ما قلتيش هكذا ابن عمي. وعلاش ما كملتيش داك الشيء اللي قلتيه؟ لان ما عندوش علاقه مع انا ملي كنمشي للمغرب كناخذ كنعيش حياتي مزيان اللي بغيتها، اخوتي المغاربه ما كيخلوني محتاج حتى شي حاجه، كيتهلاو فيا كذا هادي كيضيفوني وكذا وكذا وكذا. فين هي هذه؟ فين كاين؟ شمن الفيديو؟ جيب داك الفيديو اللي قلتي فيه الهضره هذه في داك الحوار نيت. وملي قلتي ما عندي ما ندير بالجنسيه المغربيه زدتي كملتي قلتي واش غتجيب لي الماكله ولا ما عرفتش داك الشيء باطل ولا شي حاجه باطل. إذا القضية واضحة بلال، القضية واضحة صاحبي، القضية واضحة. كان على الأقل، على الأقل لو كان كنت أنا، لو كان كنت أنا مستشار ديالك ولا أتشرف بذلك التواصلي ديالك، غنقول لك غتبقى في نفس الكلام. صافي صافي تقبتي الورقة، خليك بعدا غير مزيان مع الجزائريين. ها مصطفى بونيف ومليط وزليط وفي الليط، خليك معاهم بعدا. ها مع دوك الخطاب الكراهية والحقد وتشوكي الخاوي نتاع النظام نتاعك، خليك بعدا معاهم بعدا مزيان. دابا لا معاه لا معاه لا مع المغاربه. المغاربه مع مجامي مازال غيحترموك، وهذوك الهي بينتي بانه فعلا انت منافق، منافق، لانهما باغيين يبينوا للشعب الجزائري بان بلال ما عندوش مع المغرب، كيحتقر المغاربه، كيحتقر الجنسيه المغربيه. واذا به دابا تبين لدى الجزائريين بانك انت عايش على ظهر المغاربه باعترافك. ها هو اعتراف داك الجزائريين اللي غيسمعوا هذا الفيديو غيقول ادخل هذا عايش على ظهر المغاربه، هذا عايش بخير المغاربه، هذا مو هذا المغاربه هما اللي موكلينه ومشربينه. اذا هاد المغاربه ناس ملاح، اذا داك الشيء اللي كيقول لنا دابا انت تقبتي الورقه مع شنقريحه وتقبتيها مع تبول وتقبتيها معنا. اه لاكريم قالوا واش غتجيب لي لاكريم باطل؟ والجنسيه الفرنسيه اللي عندك في فرنسا جايبه لك لاكريم باطل بلال؟ اه الجنسيه الفرنسيه اللي عندك كتجيب لك لاكريم باطل في فرنسا؟ يلا غدا خرج فيديو وتكلم لينا على الجنسيه الفرنسيه اللي عندك وقلنا وشنو كتعطيك باطل هذيك الجنسيه الفرنسيه، وقلنا واش كتاكل لاكريم والباغيت والخبز والزبده والزيت باطل. ماشي انا ما كنقول لك انا تقدر تكون خبيت وزيد ابلاتي، تقدر تكون خبيت ونحترمك، تقدر تكون ولد الحرام ونحترمك، ما تكونش غير حمار وبغل، ما تكونش غير غبي. انا الاغبياء احتقرهم، انت خدمتي هنا غبي، غبي جدا، غبي جدا. سير هذيك تاع واحد من قال لك باللي واو باين على بالكم باللي قالوا لها فرنسا ولا المغربيه قالوا ما نجي مع فرنسا، وين شفتني يا كذاب؟ وين وين شفتني انا قلت بين المغرب فرنسا؟ قالت لي هي شات سيبورتي في لاكوب دي موند، قلت لها انا كيما تكونش كاينه تزاير نسيبورتي لالجيري، وبانت لي عادي في بلادي، انا جزائري انا ماشي هندي و بيان سور، وكيما تكون جزائر نسيبورتي فرنسا باسكو كيفاش جزائر تسيبورتي فرنسا؟ شوف للامانه الاخوان راه الامانه مزيانه، راه السؤال لم يطرح له مقارنه بين المغرب وفرنسا، لان ماشي ما سمعناش السؤال كيتطرح فيه الماتش نتاع المغرب فرنسا وشكون غاتسيبورتي؟ ما عنديش انا الدليل، الا عندكم دليل جيبوه لي. انا الصدق والمصداقيه، ما نطيحش الباطل على ابن كلبون. تفهمنا؟ السؤال واش كان الاختيار بين المغرب وفرنسا في الماتش نتاع النصف النهائي؟ عصيفطوا لينا عطيوني الدليل والله غدا حتى كنشرشموا. لا راه قال فرنسا غاسيبورتي فرنسا، ولكن غاسيبورتي فرنسا توتو لون تاع انا اللي فهمت. أنا اللي فهمت أنا قال أنا غادي نسيبورتي فرنسا، إمتى قالها؟ واش قالها توتو نون تاع كأس العالم؟ راه حتى هاد سيبورتي فرنسا فيها نقاش، راه ما غن ما غن ما غن ما غن ما غن ما غيفلتش مني، راه غنسلخو نسلخو، سواء كان غيشجع فرنسا غير هكاك ولا غيشجع فرنسا ضد المغرب، هي في كل الحالات فيها الفضيحة. إذا
أمازيغية كتقول ملي كان الماتش نتاع المغرب فرنسا صافي ملي قالتها أمازيغية أنا أصدقها والمصداقية، ولكن خصني الدليل، خصني الدليل، غنقلب على الدليل نجيبه صافي. إذن هاد الهضرة السي بلال قلتيها تفاضلا أو تفضيلا لفرقة على فرقة في الماتش نتاع نصف النهاية. هاد السؤال تطرح لك، جيب لنا الدليل بأنه تطرح لك قبل بداية المونديال، جيب لنا الدليل على أن هذا التصريح نتاعك لم يكن للتفضيل والتفاضل بين المنتخبين، لأن كارثة العظمى فضيحة أنك تسيبورتي فرنسا ضد المغرب، اللي كتقول بأنك دا ودا دا ولو دو ودي دي ودي دي. صافي ما علينا أسيدي، إحنا غنمشيو معاك بعيد. القضية نتاعت ملي كتفوت بلادك عندك الحق وما غيلومك حتى واحد انك تشجع كذا 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 ياك مزيان. وفرنسا كيفاش قصتها فرنسا؟ هذا الحب اللي عندكم فرنسا انا ما بغيتش تفهم لي، انا ما بغيتش تفهم لي هذا الحب نتاعكم فرنسا. هذه راه خصها دراسه، مع دراسه ستروتومورتوفولوجيه خصها بزاف نتاع العلم الاخوه. اللايف كيتقطع، كنشوف تما اللايف كيتقطع. خلينا الاخوه وكتحبسوا التكبس، انا دابا بدينا تقريبا ساعه باش بدينا ومازال 190,000 دونك شويه نتاعك بس الله يحفظكم. اي باش يستقر اللايف، يستقر اللايف لان الدقه راه ما فيهاش نقاش، ما فيهاش لا مزيان دابا صافي جود سير فيها ونخدم فيها وناكل فيها ونشرب فيها ونرقد فيها ونزوج فيها وعندي ولدي فيها 30 عام وانا في فرنسا، انا ماشي نكار الملح. وعندك الجنسيه الفرنسيه هذه ما قلتيهاش، وما قلتيناش هذيك الجنسيه الفرنسيه واش كتعطيك لا كريم ولا ما كتعطيهالكش، ما قلتيهاش. خصنا نعرفوا هذيك الجنسيه الفرنسيه اللي عندك واش كتاكل بها لا كريم باطل، واش كضرب بها السندويتشات باطل، داكشي نتاع الهامبرغر باطل، خصنا نعرفو ضروري. تخرج هكذا بالجنسيه الفرنسيه وشنو كدير بها تما فرنسا؟ سير اون بليس فرنسا فيها دي جوار دوريجين الجيريان كيما زين الدين زيدان يعجبني، كيما كريم بنزيما صافي بليزير، كيليان امبابي وزين زعما غير انا اللي قاعد نعاند فيكم تسيبورتي. كيليان امبابي راه من امو، من امو. المهم انا ماشي من داك الناس اللي كيقسم بين 50% 50% راه بحال بحال. حتى العلم كيقول الجينات كياخذ 50 50 من باه ومن مو. اذا مبابي داي 50 من القبائل. سير كي ما عندها حتى علاقه مع حب الوطن، دخلت كل شيء هذا في هذا. لا ابن عمي بلاتي ما تخلطش الشعبان مع رمضان السياسي بلا، ما تخلطش الشعبان مع رمضان، تخلطش الشعبان مع رمضان. التشجيع نتاع الفرقه بوحدو والتشجيع نتاع المنتخبات بوحدو. كاين مغاربه كيسبورتيو ريال مدريد، كاين مغاربه كيسبورتيو ايندوفن لابوار المغربيه تحياتي متعبي الله يحفظك مرحبا بك، كاين مغاربه كيسبورتيو سمي ما تشاء، ولكن في المنتخبات، في المنتخبات غادي نمشي انا سبورتي ما تلقاش مغربي يموت على البارسا، البارسا واحد مغربي معلق في داره التصويره تاع رونالدو وعلى ما دايرش تاع زياش، هذا ماشي فري مغربي، تلقى مغربي داير التصويره تاع ميسي وما دايرش حاكي. هي ولكن ما نشجعوش فرنسا، ما نشجعوش فرنسا، نشجعوش فرنسا الا اذا كنت فرنسي، اذا كنت فرنسي كنفهموها فرنسي. ولكن انت راه قلت لنا 80% من كاع داكشي اللي راك فيه من المغاربه، من المغاربه. ثاني هذا ماشي مغربي، يا برك انا ما درتش كاع انا هذا، نورمال غادي تفهموها بلا ما غادي نقولها لكم، فهمتوا؟ وزيد وهذو اللي ما تجيش عندنا، ما تجيش عندنا، على راكم حاسبين انا لفت لافاليس تاعي وجيت نطبطبالو السلام عليكم كاش خدمه، هذه الناس صافي كادر ولا تروازو راهم يعيطوا لي مساكين الله يعمرها دار ويكثر خيرهم، يعيطوا لي بلال وين تنديروا حفله وانا اشاك فوا رالونتي، اشاك فوا نقول الخطره الجايه من بعد بانت لي بلي كثر. علاش كنت ترالونتي؟ إلا كان 3 سنين و 4 سنين هما كيعيطوا لك، هاد مولي الكباريهات وهاد مولي اللوطيلات كيعيطوا لك، وأنت علاش كنتي كترانونتي؟ وعلاش بان لك هاد العام عاد غادي تولي؟ هادشي اللي خص فيه الناس تعرف في إطار الصراحة والوضوح. إذا أنت كذاب، فهمنا؟ سير
والله الناس راهم باغيني نروح نخدم على روحي، وسيرتو سيرتو هادوك لي فون تاوعي والناس اللي تبغي بلال، وعلى بالي بلي كاين ناس تبغيني في البلال في المغرب، باغي تبغي ما تبغي. صافي قعرتيها، شمن اللي تبغي بلال ولا ما تبغي بلال؟ قعرتيها شريف، قعرتيها قعرتيها صافي، تقبتي الورقة، شمن غيبقي بلال؟ دابا إلا بقى لك شي مدلول راه غيبقى لك شي مدلول. والمدلل كاينين راه 10%، حنا كنعشروا ديال المدلل هذه راه معروفه في اي، هذه قاعده ذهبيه، هذه القاعده نتاع 1 على 10. بقاو لك العشوره بالعمي بصحتك بهم من المدلل، ما عندناش مشكل، غير ولكن حنا كمغاربه كنعرفوهم مدلل، فهمتي؟ ان شاء الله غالب هذه ما عندك محبه تاع الله، ما تجيبش لك لحالي انت يا بفيديو الا ابن عمي المحبه نتاع الله واه، ولكن ملي كيقارها مولاها كيدير علاش غادي مابقاش نحترمو، ما غنبقاش نحترمو. انا بعدا جو سوي با فان تاعك، انا داك الموسيقى تاعك ما كنفهمهاش، ما كنفهمش كاع الضروره الموسيقيه نتاعتها، انا هكا الذوق نتاعي انا ما لا احجر على الاذواق نتاع عباد الله، نديرو كيما هاك ونمشيو في الدرب وكذا، وحنا وحقرونا وضربونا. اصلا الخطابات نتاعتك انت كامله انت اصلا داكشي اللي كتغنيه، الا جيت نحلل الخطاب الفني نتاعك كله ديال ان هذوك سميتو هاد ديك السلبيه وداك العقد النفسيه اللي كترسخها في الاذن ديال الناس اللي كتفرج لك، كائنات ما كتعلموا الناس ما يتحملوش مسؤوليتهم، حاسديننا حاقريننا تابعيننا دايرين لنا، وانا شكور وانا واعر وانا كذا نميلو ما نطيحش وانا كذا. هاد اللغه هادي لغه هدامه للشباب، اللغه الهدامه نتاع الشباب غير لائقة. لا ماشي مسألة ديال غير لائقة، المسألة ديال التأثير ديالها على الشباب. شكون اللي كيتصنت ليها؟ كيتصنتوا ليها ذاك النوع البشري الذي يستيقظ صباحا على الساعة الواحدة تعطيه مو 20 درهم ديال القهوة ولا 10 درهم، 20 درهم 10 درهم قهوة 10 درهم كارو، كيخرج داير ذاك التقاشر مع الصندالة ديال أديداس، كيخرج للدرب إلى لقى شي قهوة تما كدا وكيبدا يقول لك حاضينا صاحبي بنادم الله راه تابعينا في ظل الزمان ديالنا حنايا، وما تقدوناش يا اخي سعيد الله ما يقدونا بالله، حنا في ياماتنا ملي كان مازال السدراوي كيدي بجوج دراهم وكانت البصله كدير درهم ونص، كنا كدا وهادي وهادي، ودابا تابعينا ودايريننا، وحتى الدوله هادي با سعيد الله العظيم الا ما دوله ما والو، كلشي الشفاره كلشي، وحتى بنادم انت الشعب كلشي الحاضي. شوية دخلك في داك الشيء نتاع القدافي يقول لك مازال حي، شوية دخلك فهمت؟ يقول لك راه بان المهدي المنتظر في مدينة قم. المهم هاد الاسبري هذا حاضيني تابعيني وانا فور وانا وانا واعر وانا كذا وانا كذا نميلو ما نطيحوش، هو ما واقفش اصلا. واسمعوا لي كنقول لكم هذه الهضره اللي وصلت شي واحد من هاد الناس هادو، الله يحسن العون اخويا وكيتحمل مسؤوليتك يا ابن عمي، انت راه كدير التوزه، انت راك ما واقفش من تميل ولا ما تطيح، انت راك في الارض راك طايح، انت راك سايح واقف بعدا باش تميل ولا تطيح، انت ما راكش واقف اصلا. ما قالوش حتى الناس اللي داروا الفلوس وعندهم مشاريع وخسروا في المشروع الاول وخسروا في الثاني، دوزوا كونكور الاول الثاني الثالث، مشاو خدموا في الخضره، مشاو خدموا في الصنادق، مشاو ما قالوهاش. انت متكي شنو كيدير واحد الجلسه كاع بوحدها، راه حطوا ولا حطوهاش فراس الدرب، كيدير واحد الجلسه كاع بوحدها، والله ما تقدر تصبر اكثر من سميتو. شتي داك التقريده اللي كنا كنديرو في الباديه ملي كنخرجوا نمشيو نخرجوا داكشي ديال فين ايامات ديال التواليت ما كاينش وكذا وكذا، هذيك التقريده وكيبقى نص النهار كامل هو داك التقريداك. هذوك الاعصاب اللي عنده اخي المراقب ديال ركابيه داك اللي قامو ما عرفش اخويا باسكي كيديروا صبروا له، هذا هو البيبليك اللي عندك السياسي بلال، هذا هو البيبليك ديالك. يقولي ما عندك متى تطبق، فهمتني؟ ويسمحوا لي بزاف لي فان تاوعي يسمحوا لي والله، وهذا اللي قال لك باللي صاي تعملوا بدل ما غاديش يجي يديروا حفله ودايرين موسيقى، شكون اللي قال لكم اني لو ما اني لو والو مساكين جوسكا بريزو مازال يعيطوا لي قالوا لي بلال الرواح الله يرحم اللي ماتوا لك الله يرحم الوالدين الرواح. غير انا قلت لهم يا خويا الله غالب ضروني بزاف. انت اللي ضريتي وجه المخرج،
انت اللي در الريتش ديالو طاح ماشي غير يطيح بلاتي بلاتي راه ما غتلقوش انت اللي دريتي وليتي انت اللي مضرور ها المغاربه داروا ضغط والناس اللي ما فراسهاش ولات فراسها والناس اللي كانت ضروني بزاف اللي كانت بلاتي والناس اللي كانت كتفضل الجانب الربح المادي وكذا وكذا على هذا الجانب هذا ولا تفاقت وعاقت في قوى الاخوان انا للامانه انا لا ما عنديش شي فضل في هذا الشيء ولكن كاين اخوان اللي عندهم الفضل ومنهم واحد الاخت هو غير جبدها في الهضره قصحاتو لدرجه انه دار عليها اغنيه كاين خويا رضوان في الروحي كاين اخوان اخرين يسمحوا لي ما ذكرش سميتهم كاين السباعي كاين انس تول كاين وكاين هاد الاخت هادي هاد الريفيه ديالنا الشعكوكه مولات الشعكوكه في قساتو زعما باص عرفتي ملي كتوصل عبر التيك توك تسمى توصل سير سهوما الله انا راضي عليك دنيا واخره اسمع ابن عمي وداك الساعه غادي نشوفوا الكلاش نتاع بلال السهومه سير طلبوا الطوماطيش وما ناكلش خروف عند الناس المنانه ونسكن في قربي برك صب في وسط العيش وما نسكنش في قصور تحت الاهانه وراكم غالطين ماشي كاع اللي يا اسمعني نقول لك شتي لو كان جاي والله حتى نمنو عليك يا والله حتى نكرهوك في حياتك شتي داك الخطه اللي كندير معايا حاليا على ودي داك الصباط اللي كنعطاني نصور فيه بداك البرنامج ومن بعد بقى تابعني على داك الصباط غندير معاك انا بعدا نفس الخطه وغنديروها كاملين كاع الخوت غادي نمنو عليك غنكرهوك في حياتك شتي داك الفرق اللي غيجيك من المغرب غتكرهو غير بينا حنا الا ما بغاوش الفرن يحشموا على عرضهم ويقولوا صافي ما نعاودوش نعيطوا له شتي لا عيطوا لك وانت بطحي ماري ترجعتي غادي نمنو عليك غادي نمنو عليك هذا هو الحرب النفسيه اللي نقدروا نديروها معك اش غندير حنا ما غنضربوك ما غنسبوك ما غنعايروك ما غنهجموا عليك لا في الواقع لا في المواقع ولكن ابن عمي ديالي غنكرهوك في داك الطرف ديال الخبز اللي غادي من هنا من المغرب او غنمنو عليك قدر حشيش وماشي كاع الناس جوبانه وبكنوس الدنيا انت ما تغنينيش لو كان نحس نموت داخل زنزانه وفي الرجوله يلي ما تعرفنيش قاري في مدرسه احمد زابانه انا على نيفي قادر نوض شي قال لك يحصل قال لك يدير شي زنبيضه كيرجع لشي شهيد ولا شي مقاوم باش تعرف لي سبرين تاع الفاشلين لي سبرين تاع الفاشلين هو هذا قال لي يدير شي زبلا وكذا كذا يجبد شي واحد من المقاومين ولا من الشهداء ولا سير ضد الحسادين وناس الخوانه وحده طايبه كاع ما تعرفنيش حاشا خلق شتي هو غيبدا مع سهومه قال لك وحده طايبه ما تعرفنيش هي اللي عرفتك سير بلاتي وهم تنزاره ما طايبه ما والو ما مقصحه ما موجعه ما كتبكي ما كتشكي ها بالسم داك السم ديال التيك توك داك التسميت ديال التسممات ديال القطره ديال توجعك والدليل انك غتهضر عليها سير قاري في مدرسة أحمد زابانة زين أنا على نيفي قادر نوض جيش ضد الحسادين والناس الخوان إيش غتنوض نوض جمع كيف كنوض لما ديال والو نوض جمع راسك نوض جمعوك ما غنديرو ونديرو في التالي تلاحيتو وسط فرنسا أنت دابا 30 عام وانت في فرنسا تقباتكم لا زابانة شكون قتلو زابانة شكون زابانة قتلتو أنا قتلتو سهومة هي اللي قتلت زابانة وتتجروا في الشهداء وتتجروا في المقاومين 30 عام وانت عند الفرنسيس 30 عام عند هذوك اللي شرشموكم وتقولكم الجدود نتاع الجدود نتاعتكم ودابا قال لك انا الجيش نحرك اش غتحرك اش غتحرك شكون غيتبعك شكون معاك قال له الو شكون معايا قال له معاك حتى واحد سير وحده طايبه كاع ما تعرفنيش حاشا خلق ربي تحسب دبانه نخلصك دبانه دابا هذيك دابا سهومه دبانه دابا ها حاشا خلق ربي انا غنوريك الدبان من بعد سهوم عنده ياثر لك على المعنويات نتاعتك راكي هكا ها والله الشعكيكه ديالك
جاية معك عندك ديري شي بلاكي داك البلاش كيتسمى داك البلاك ولا تلقي داك الشعر ولا عندك ويك بهذيك الشكاك خليها اختك في شهر ربي ما تسمعينيش انت اللي دحسك عندها حسنة شعرك مكشرد تحسب قضبة تاعها حشيش سبحان الله غولة وفرحانة انت لبلادك انت شكون ولبلادك انت ما تشرفيش مغربية الحرة بيك راها حشمانة ألا احنا كل شيء جميع المغاربة رجال ونساء مفتخرين بهذا المغربية الحرة هذه هي المغربية الحرة لا لا سيهام شئت أم لم تشاء نفتخر بك يا سيهام عليك سير أيا نخليك أختي أنا الوقت ما عنديش عندي ما يدار قعدي تبعي فيها أنا ومشي غينتي خلي ما نحكيش كان دير عليكم نهضر سيمانة سلام تحية كبيرة لكم وسمحوا لي ايوا اخي بلال دابا هذا شعر هذا دابا بيني وبينك هذا شعر ولا صلام ولا شنو هذا هذا شنو هذا بزاجل ولا شنو هذا فين هي شنو مولا كلاش ولا شنو هذا تجيب القافية تبغيني ولا ما تبغينيش وانا نمشي وناكل البنانة ونمشي وانت ولدة تعيش وهو يمشي ويدير سن في سيكواسا سيكواسا عرفتي شنو درتي دابا بلال هكا نهضر معك بيد دابا غنهضر معك بصدق بعيدا على الطنز درتي اكبر طيحه في التاريخ نتاع حياتك دابا حتى هذوك اللي كانوا دايرين داك الايدول فهمتي داكشي ديال الايدول داك الايدول فهمتي بلال ايدول غيشوفك بحال هكا صافي صافي دابا كتعاطى انت مع واحد تيك توكيه سيهان هادشي كنقول لك دابا نتوما وليتو الرئيس ديالكم كيتعاطى مع التكاتيكا وزير الاول كيتعاطى مع التكاتيكا المخابرات كتعاطى مع التكاتيكا حنا التكاتيكا صاحبي مالكم دايرين هاك دابا التيك توك ما كيدير فيديو دابا سيهام كتجي كتحط لي ولاد كدير كتلو دوك عينيها كدير هكذا العينين دقيق قطعت الغرض شرشمات هاد بلال دابا حتى دار عليها والله العظيم الا اختي انا حسدتك على هاد على هاد على هاد على هاد هاد الكلاش اللي كلاشك والله الا حسدتك بكل زعما ماشي كنت كنتمنى يكون كلاشاني انا اش غدير اسي اش غدير سيدي ربي بغاك سيدي ربي بغا يطلع من شانك وزيد لهاديك الاخرى داك الجزائريه الاخرى حتى هي اللي نط كتعتذر وكذا وكذا الفضل يعود اليك يا سيهان انا اللي خرج ما يقولوش راه وعلاش شنو هو السر دابا فين كاين السر السر هو في المقاربه الطنزيه شفت ملي كتعامل مع تيك توك بمنطق ديال الطنز وديال ديال كبر هاد الصغار بمنطق تبسيطي تسفيهي سميتو كيجيب الله التيسير والله العظيم ما تاخذوش بجد ديال الاخوه الجديه لا بزاف لي بانتاوعي ويحيى مغاربه الحرار ويحيى تزيريه الحرار وان شاء الله كل واحد في قلبه حاجه ربي يوفقها له وسمحوا لي سمحوا لي سمحوا لي بزاف انا رباوي يا خويا انا رباوي ما نكذبش عليك اخويا اش باغي دير انا نبغي المغرب يا اخي والمغاربه يبغوني ودخلوا هاد الناس هادو تاع هكا دعمنا باه يكبروا الدعوه من عيا بصحتكم ليبي بصحتكم كيفاش تبغي تقدر الزرابي تقول لنا كنبغي المغاربه وكذا والله ما دوخنا بعض الهضره هذه ما بقاش كتاكل شت المغاربة دابا صافي حنا غادي ندير واحد المدرسة جديدة ندير واحد المدرسة واحد 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 طيار جديد مدرسة جديدة ف نوبتك جاية في الألبوم الجاي أنا استحياتي لا أنا ما تنصت عيدا أنا دير رياكت إذن أنا دابا باش نسالي معك السي بلال باش نسالي معك نقول لك واحد الهضرة والنظام الجزائري العابط والإعلام الجزائري الغبي والهادوك اللي داروا مع ذاك الحوار اللي خارجين به وتستغل من طرف الذباب الإلكتروني الجزائري ومن طرف هاد الإعلاميين هاد الإعلاميين شكون هما هادو دابا ديال تيك توك وديال اليوتيوب وديال كذا خرجوا يصفقون لبلال ويعتبرون بلال فحلا بلال الرجل الوعر ياك في مقارنة عبيطة مع الشاب خالد
الشاب خالد لانه خد الجنسيه المغربيه وكذا وكيتكلم زوين على المغرب وكيتكلم زوين على الجزائر. دابا الشاب خالد فين شتي الفرق؟ دابا الشاب خالد صدق واعر. الشاب خالد ما قالش كلمه عيب على بلاده، ما قالش كلمه عيب وحده على بلاده، فهمنا؟ خد الجنسيه المغربيه ميلي بيان افيك لي ماروكان، ايلي بيان لو ماروك عادي جدا، ويلي بيان افيك لي زالجيريان، ايلي بيان افيك لالجيري. انت الكامبو بغيتي ترضي الكبرانات، وهذوك الكبرانات بغاو يلعبوا بالتصريح ديالك ضد المغرب وضد المغاربه. صدقوا المغاربه حشوها لكم، صدقوا تسهوما ورضوان في الروح يحشوها لكم مع انس تيوب مع السباعي، اربعه تاع اليوتيوبرز والتكاتيك المغاربه داروا فيديوهات تم التعريف هذه القضيه هذه. ناضوا المغاربه يستنكرون، ناض الصحافه تفعلات، هذوك الناس قال لك سيدي احنا ما جايينش، الاخرين ساقوا الخبر في الكباري هات وداك الشيء نتاع الاوتيلات، قال لك سيدي ما يجيش. هنا دخلت عليك الزيت وليتي كتطلب السله بلا عنب. وهذا الفيديو هذا انا كنقراه هكا، كنقراه تنازل على داك الغباء اللي مارستيه قبل، يعني ما بقيتي شاد هذا مع المغاربه ولا مع الجزائريين، دابا حتى مع النظام ديالك بهدلتيه، لان ما بقاتش الجنسيه المغربيه ما عندي ما ندير بها. واش غادي تجيب لي لا كريم؟ لا، دابا ولات الجنسيه المغربيه والمغاربه 80% ديال الاصدقاء نتاعي مغاربه. اسمع النظام الجزائري، اسمع شنقريحه، 80% من صحاب بلال واللي كيخدم معاهم وصحابه مغاربه، وكيشكر في المغرب، كيقول لك الكل والشرب وكذا والمغاربه وكذا والمغرب والخير ديال المغرب وما ننساش وكذا. يعني حشاها لك شنقريحه، يعني دابا خصو غير يدخل الجزائر خصك تشدو، خصك تعتقلو. كان يكذب عليك ملي قال لك لا كريم واش تندير بها واش تكذا، ها هو ملي كذا قال لك سيدي انا المغاربه وانا المغرب وكذا وهادي شتي ايش غدير؟ اش غدير؟ هاد كيما دير ابي لاله اش غدير؟ اذا شنو هذا؟ شنو هذا؟ انا كل جيم تبعتها بالفريق الوطني، تبعتها كامل. لا تبعتها واش بصح هكا واه بيان سور كنت شويه هكا نشوف كيما هكا اللي كاين في لا كوب دي موند. كنت الحص على الحق مع فرنسا. وي كنت مع ما كانش الجزائر، كنت مع فرنسا. هذه ما فيهاش، هذه ما فيهاش تكل، يعني ما فيهاش التاريخ ديال المهم. لا يهم لا يهم لا يهم، انا ما كيهمنيش المغرب ولا ما كان، احنا ما نرضاوش نكونوا موقع مقارنه، غير لو فيت انه اختار فرنسا وحنا كنعرفوا فرنسا والتاريخ نتاع فرنسا معاهم، غير هذيك راه بركه. ايه هذيك راه بركه، غير هذيك بركه. دابا الاخوان غادي يمشيو عند السي